الريش الريش بقهوية الدرويش الريش 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 بقهوية الدرويش عصاي براسة براسة ريش بتقول الطيري يا غبرة بتقول الطيري يا غبرة بتقشقيش البخشيش من ريش الريش الريش بقهوية الدرويش من ريش الريش الريش في قهوة الدرويش ملجأ للغارة قهوة قد صحارة فيها ملجأ للغارة وفي أرجيل وفي مارة في أرجيل وفي مارة وبتخضع للتفتيش بالريش الريش الريش في قهوة الدرويش بالريش الريش الريش في قهوة الدرويش واستحلينا شي مرة بنات يعيدوا الكرة واستحلينا شي مرة بنات يعيدوا الكرة هيدي اللي اشترت مرة هيدي اللي اشترت مرة دديني تنقيش بالريش الريش الريش بقهوة الدرويش بالريش الريش الريش بقهوة الدرويش تبولي وملوخي نعمل أكل شهي تبولي وملوخي نخصم عشرة عشرة بالمية نخصم عشرة عشرة بالمية ومجانا للشويش بالريش الريش الريش بقهوة الدرويش بالريش الريش الريش بقهوة الدرويش عصاي براسة براسة ريش بتقول الطيري يا غبرة بتقول الطيري يا غبرة بتقشقيش البخشيش بالريش الريش الريش بقهوة الدرويش بالريش الريش الريش بقهوة الدرويش ايه كمان عم بتغني يا فتاح يا عليم هيدا انت عبكرة الصبح اعطيني نار اعطيني نار إيه الله يلعن هالنارة لك استحليتك شي يوم تطلب طلب تنفعني بقرشين ولك هلا بدنا نأركل شو منأركل بلا نارة تكرم عجلي شوي طولي لك ما انت بتعطرد كتير يلا عجلي وهيدي نارة يسلموا السيار لك يا نمر شفت هالحاك المعطر حاكي مو معطر ولك ايه ما اجي صبي اجي صبي شو عطر ليك هاو الحكام بيجيبوه مثل مهند كيف يعني؟ يعني إذا بده من بيجي من بده صبي بيجي صبي منه رايق وراسه فاضي بيعرف كيف بيزبطه إيه بس ما عرفت عن الجنية اللي إجت مبارح بالليل قالت له للحاكم بده يجيك بنت جن طبعا طبعا جنية؟ يا جنية. سلمى هاي إجا الرجال دخلت شو قصة ابن الحاكم؟ بعدي عم خبره لنمر على قصة الجنية مخدوم مخدوم سريع سريع اهلا بالعسكر اهلا وبعد يلي عنده تليفون ببيته بالمكتب بالدكان حالا يسلموا للدولة ممنوع حدا يبقى عنده تليفون ابدا وليش من غير شر شو ما سمعت بالجنية اللي اجت امبارح بالليل عبيت الحاكم لك يا عمي شو قصة الجنية هاي امبارح بالليل اجت جنية عبيت الحاكم وقالت له انه ابنه اللي خلق امبارح انلحق ومسك التليفون بايده راح بنام وتنام معه الدولة بيناموا ولك مهن ثلاث ارباع ايامه النايمين وقالت الجنية انه بعد وقت مش معروف قداش رح تجي وحدة حلوة كتير لابسة احمر وتبوس خد ابن الحاكم ساعتها بيوعى وبتوعى معه الدولة ليش خايفين لازم نستبق الاحداث وما نخلي ابن الحاكم يدقر التليفون ولك خدوه هالتليفون خدوه لشو ماشي بالاول خد ومرقت الايام مرقت الايام وكبر ابن الحاكم كبر ابن الحاكم وكبرت معه القصه كبرت معه وضلوا كل يوم العسكري ينبه الاهالي
اوعى حدا يبقي عنده بالدكان بالمكتب او بيته تليفون، يلي عنده الي يا يكسرها يا يسلمها للدولة. وصاروا الناس خايفين، وبقيوا بخوف عايشين، ويوم من عشية بدكانة بوبهية فات ابنه للحاكم، شاف عنده آلة سودة. شو شو مسكها؟ مسكها نام ونامت معه الحكومة كلها. يعني نامت الدولة؟ وين الغلي يا رجال؟ هيا غلي. غلي الدكان. حلو يا مرة يكون في غلي بعد نهلة نيشو فاتح. عم بقول لك اعطيني الغلي. فيك تروح تفلي. بعطفك عني انا قلبي. وينك انت؟ تعي لهون وبس، وقفي عحدك وقفي، بدك ما بدك ضب ثيابك لردك. ليكي محسوبك نرفوز، كشر بالزعل بضرب بوز، شوف عيوني كيف احمروا وعم بندم عسنين مروا. اركض 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 خلفك لشدك، بدك ما بدك طب ثيابك لردك. شو بكي قعدتي؟ وقفي من وجهي بسرعة اختفي، قبل ما تفلي اسمعي بوسي ايدي واركعي مش يمكن اركع حدك اركع حدك بدك ما بدك ضب ثيابك لردك. هسترتني ما خلت فكرة ببالي، صرت امشي لحالي حاكي حالي، قدم راجل عالفاضي قدامه بعمل راضي، قدم راجل عالفاضي قدامه بعمل راضي، وبقلة يا نيالي يا نيالي يا نيالي. هسترتني وما خلت فكرة ببالي، صرت امشي لحالي حاكي حالي، قدم راجل عالفاضي قدامه بعمل راضي، قدم راجل عالفاضي قدامه بعمل راضي، وبقلة يا نيالي يا نيالي يا نيالي. عم بقول لك نام ابن الحاكم، نام الحاكم، نامت الدولة. لكن ناموا أو قاموا هو بيناموا تسلاي. بس بيقولوا في وحدة حلوة كتير رح تيجي تبوس ابن الحاكم، ساعتها بفيق وبتفيق معه الدولة. ومن أين هالحلوة؟ مدري من أي دنيا، حلوة لبس أحمر عيونها حلوين،
هيك خبر الحريات لما انخلق ابن الحاكم. دخلي وين ما اجي يا دلي انا بضلوا نايمين، يمكن 100 سنه يمكن اكثر. اوك ان شاء الله يضموا النايمين، لايك كيف رايت الحالي. اهلا بالعسكري. اهلا يا عمي، جماعتك ناموا؟ عمرهم ما قاموا. انت عم تقول هيك؟ ام نايم بدك تقبض المعاش؟ مين بده يرقيك؟ هاو جماعتك اللي ناموا. يا اخي ناموا ناموا 60 عمرهم ما قاموا، في معي 3 دفاتر زبوطة، الدولة نامت انا بحصل، ايه بخاطركم؟ قرب خدلك نفس. ممنون، عندي دورية. لشو؟ ما ناموا. والحرامية؟ ما قلنا لك ناموا. فيما بعد، كان هذا مجمل ما صرح به حضرة الحاكم المحترم اليوم. ايه؟ يا عمي ما نام من الصبح، ايمتى صرح؟ لك محلك تفهم، اللي ما صرح بالماضي شو ما بتفهم بالسياسة؟ دخلك شو السياسة؟ مصري، انا عراقي، شمشم شامي، عبالي سعودية، جد ايراني، دخان فهريب حشيش الزهرة. يا دكاجة، وين الرخصة؟ بالدكان. في معك رخصة لبيع الحشيشة والدخان المعرب؟ لا. ايه بدنا نعمل زبط. اعمل. ما الدولة نايمة، بكرة بيصرف مع مرور الزمن يا شاطر. ايه بس بكرة بيتوسخ السجل يا ولك. ايامنا وسخة، عيشتنا وسخة، ما نحن بمزارهم وسخين. شو بقى غير السجل؟ شابت ورقة ولك وسخوة. اروح اروح شبك يا مرحب. شرطي وبحافظ عليك، يعني عبدك بن ايديك، قدام السرقات والله لك كيف وقف عن طرليك. شرطي وبحافظ عليك. حالي ما عادت تنطق، اللغة صارت تقوطة، بدنا نخانق كل الناس حتى نعمل استمطاء، اللغة صارت تقوطة. نعملنا محضر يا رب، شو بننهان وشو بننسب، نعملنا محضر يا رب، شو بننهان وشو بننسب، البرنيطة وسعت عالراس والبدل صار بداكب. بالليالي شو مسكين، دنيا سرقات تكاتين، بالليالي شو مسكين، ديني سرقات تكاكي، كيف بدي كون مهذب، كل الناس زعراني. لا 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 لا. بتعمل هون؟ ضمان اجتماعي. كذاب، هيئتك حرامي. انا حرامي اعوذ بالله، بيخلق من الشبح 44. شو عم تعمل لك هان؟ عم باخد حقي. حقك؟ هيك بتاخد حقك؟ يا اخي بدك حقك طلبهم فين؟ بك عمي منو نايمين. نايمين نايمين، بكره بتجي الحلوة بتفوز ابن الحاكم وبتوع الدولة. ولو وعيوا مين بدك طالب؟ ما هن البوابة وهن الحاجب. هلا فيك تقلي انت شو ومين؟
أنا حرامي. حرامي وبعجبة. حرامي ها؟ حرامي وموهوب وعندي مستقبل. يمكن يوم من الأيام تركب موتور سيكلك قدام سيارتي وتضربني سلام. ألف جو. شد لي هالدفتر وحرر لي هالمحضر. جاند مولانا الحاكم النايم وبعد القضية سرقة ليلية ذلك انه الحرامي صطيو عالدكان قبضنا على واحد وفروا البقية طنطقنا الحرامي بالاصول البوليسية انكر واكل كفين وهيدي من الصلاحية قال من الصلاحية ولا ايه من الصلاحية عيني عالصلاحية وبما انه المحكمة غفية غفو دايمة وملفات المحكمة بالمحكمة نايمة قررنا نحكم عليه مية فلقة عاجرين وبعد الجل والتجليل رح اقدم لك احترامي يا ليلي يا عيني يا ليل يا ونامي يا قضية نامي جر قدامي ما تسكسكني لك ما تسكسكني اسمع نشتغل شركي شو شركي شركي حبيبي انت اللي شركه شركي بالنص على المضمون محلوم طيب ومين بيضمن لي هالنص ولو ركب لي عداد مثل التاكسي ومصحى زعبرت لا اذا زعبرت احكمني حكم قاسي قدح وذم قول الذم مهم اما بالنسبه للقدح نترك عزمتكم طيب موافق بس اوعى اوعى شو اوعى حدا يعرف فينا لك مين بده يعرف لك فكره نورتنا يا حبايب صفوا نور الكهرباء
نورتونا يا حبايب طفوا نور الجمرة نورتونا يا حبايب طفوا نور الجمرة الله الله عتبة وصير طلق المرأة. ليدي يا حلوة أبدكش تعملي بروفا يدخلك يا جماعة بقولنا شوية إذا بتريدوا هاي الحلوة اللي جاي تبوس ابن الحاكم حتى توعى الدولة هيدي جاي بمهمة رسمية ولازم نستقبلها استقبالات رسمية. ليش أنا حكومية؟ لا ستنا بس زيارتك دبلوماسية. يا أفندي أنا جاي بوس ابن الحاكم ليوعى ويوعوا معه الحكام اللي ناموا. لا 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 هاودي خرجوا مباوسي هاودي ليوعوا خرجوا العصات اللعب على جنابه. اوعى هاك التم الطفو نحنا شلي وما بيكفو اوعى هاك التم الطفو نحنا شلي وما بيكفو اوعى هاك التم الطفو نحنا شلي وما بيكفو جيوش الدنيا ليهدونا شو لا هاك الهيئة بعد ما عرفتونا ولا بولي ولا وين الدولة نامت 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 او نامت من كتر ما سهرت سهرت على الأمن وعلى راحة الكبار سهرت على الأمن وعلى راحة الكبار سهرت على البسين سهرت على اللي صار سهرت 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 على طاولة القمار لا وسهرت على الأمن وعلى راحة الكبار سهرت على الأمن وعلى راحة الكبار سهرت على اللي بيصير سهرت على اللي صار سهرت 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 على طاولة القمار. انتوا مين؟ نحن الجماعة. اي جماعة؟ نحن حيالله جماعة وقت الزوم بنقف. بتوقفوا مع مين؟ نقف مع الواقف. وانت ما في حدا واقف؟ في الحق واقف بنقف معه. وشو مطالبكن؟ بدنا نقوس بدنا نفرقع والرشاش بدنا نفرقع والدولة قبل ما نامت منعت الاقواس واطلاق الرصاص. يعني في حرب؟ لا عنا عرس مستعجل. والعرس ما حلو والاقصان وصلة. بدنا نقوس بالقضاء. شو القضاء مثل الدولة؟ ومن عمو لهالشب مات وبعده شب اخ شب شو بندفنه بلا اقواس؟ بدنا نقوس بالقضاء. شو القضاء ملك الدوله؟ شفتي يا حلوه شفتي حاملين رصاص بدل الفرقاع ورشاشات بدل السهومه. انا مسلح لدافع عن عائلتي. نحن مندفع لك عن عائلتك. فضل يا ستنا هذه صفحه الجرايد. وين شفتي لشوف؟ صفحه مليان. اها شوفي ستنا وقد تم القاء القبض على جميع افراد العصابه. شوفي هون قوات الامن تلاحق المطلوبين. ابدا كل واحد عم يقتل عم من القبض عليه. وشو نفع طلقتوهم اللي مات مات. بس في حبس بالنص. ست اشهر حبس ما بترجع اللي مات. يا عمي الجرايد بيزيدوها بيضخموا الاشياء. يعني اذا اربعه ماتوا بحفله قوات شو بدك الجرايد تكتب؟ اربعه انخمشوا وطلعت روحهم للسما بسبب شقفه معدن صغيره فاتت بقلبهم.
انا اذا حدا بيقتل ابني باخذ طاري بايده وبخلي الدم يصير للركب. الاف برصاصي لعلي. شوي رانا شوي كل الأد الحالي تعبيني وأكثر. وشو نفعن إذا وعي الحكم؟ ولو يا حلوة بلد بلا حكم. مش مهم يكون في حكم، المهم يكون في هيبة حكم. أخ يا كيسنجر وانا دعنا كيسنجر عاولك ما كيسنجر ملتهب وأبرز. ولك لو ما كنت أبرز تجوزتك. الله يلعن جوزي. الله يلعن جوزي. الحق معك يا حلوة، ما في هيبة حكم. في هيبة حكم، في هيبة حكم، في هيبة حكم. مين الشاب؟ محسوبك حرامي. حرامي وفلتين؟ فلتين وناطق اترقى. تترقى؟ لكن معقول يعملوني نايب، معقول وزير، معقول رئيس؟ وعس بس وعنت وياك. هو حدا يجيب سيرة الرئيس ابدا. ها انا رئيس نقابة الفران. حضرتك رئيس نقابة الفراني؟ اي نعم. وكم صرصور خبزته اليوم؟ يا عمي مش معقول، نص كيسة طحين الخالة. مدري مين غششه. اشتريناهم من الحكومة. وكمان الحكومة بتحط ايدها بالفران. والحكومة بتحط ايدها حيلا محل اذا فيها تاكل. لا عم بتسبوا الحكومة؟ لا ليش، الحكومة ما بتاكل خبز. افتكرت غير شيء. لا هذا نحن بناكل غير شيء. علي الدجاجة عملت هوسي. كلمة بوسي عملت
راح خبي البوسي للعيد واهرب فيها بعيد بعيد راح خبي البوسي للعيد واهرب فيها بعيد بعيد ولما بتحلى المواعيد ازرعها وردي بالدق ولما بتحلى المواعيد ازرعها وردي بالدق راح خبي البوسي للعيد واهرب فيها بعيد بعيد راح خبي البوسي للعيد واهرب فيها بعيد بعيد ولما والله يا حلوة الطمع دار ما نفع. شو القطون يلي كانوا عم بيقوسوا؟ لا انقلاب. انقلاب؟ انقلاب عمين؟ على الحكم النايم. ونجح؟ نجح. ومين صار الحاكم؟ الانقلاب جي. وأول ما دخل على المجلس ليفقع خطاب نام. أكيد أكيد بده ينام. إيه بس نام على الكرسي. وعطن نجر أب. ولا يهمك، قولي من هالجهة جماعتنا معودين. قد ما بناموا على الكراسي رقبتهم صارت آخذة كسرة. يا حلوة. لحرامي في البيت. يا حلوة. في قضية مهمة كتير. خير إن شاء الله. بصفتي حمار وحرامي وموهوب، حرامي وموهوب وبين الزملاء عندي شأن، وبصفتي فاتح نقابي. نقابة؟ نقابة شو؟ نقابة حرامية بتطالب بحقوقنا. شو الحرامية له الحقوق؟ اف ليش الحرامي مش ابن بلد؟ ابن بلد. ليش الحرامي مش حامل تذكرة؟ حامل تذكرة. ليش الحرامي ما بيصوت؟ بيصوت. ليش الحرامي ما بيترشح بالانتخابات؟ شو جاي عبالك تنام برات البيت؟ فإذا إلنا حقوق. ليش ما بتشتغلوا؟ مين قال لك ما بيشتغل؟ نحن الحرامية اخدين اكبر وظائف بالدولة. ناي طالوم. وشو المطلوب؟ في عندي الزملاء الكرام اعضاء الحبس اعضاء النقابة بالحبس وبدنا فيلتونا. لا 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 كله الا هيك. انا اللي بقرر، انا الدولة. شف طب مستعدوا تطعميهم حسابك. ليش يا اخي؟ شو انا الدولة؟ فيلتهم لك من فيلت ابوه ده للسلام. اطلعوا طعميهم حسابك. طع برا. طلع روح يا عم روح. صح صح. ولك هاي الثلتين القضية. ايه طبعا، وقت الدولة بدها تنام بدهم يفلتوا. يا شباب بعرفكن على الحلوة اللي جاي تبوس ابن الحاكم وتوعي الدولة. نحن جماعة وطنية. انتو جماعة وطنية؟ ايه يا عمي، نحن بنسرق سواح؟ لا. بنسرق مغتربين؟ لا. بنسرق حدا غير مواطنين؟ لا. هيدي منتهى الوطنية. وبنطالب بكرسي بالمجلس. كرسي بس، كلهم مقدمين بس ريحونا. انا زعلان زعلان. ليه مرتي زعلان؟ مرتك ليه ما تطلعها؟ بدك تطلعها؟ نعم. نحن بنتجوزها. خلي الحلو من الاول واحد دولي حتى نعرف نطلعها. لا يا حلوه، خليهم نايمين بنوعدك بنته. شو بدك فيهم يا حلوة؟ لا تصدقيهم، هودي حرامية من الصنف الواطي. ابدا، انا من ناحيتي مستعد بكرة اتجوز واعمل بيت وانجب اطفال. تنجب اطفال تتجوز؟ مين بده ياخدك اول شيء؟ وداخلك وانت مين بده ياخدك؟ ما هي بعدك عزابة. فعلا انا عم بفكر بالموضوع. وانا اذا حدا بياخد مرتي بتجوز ان شاء الله حدا الغنى، ان شاء الله حدا الغنى. فإذا قررنا نوعد الدولة. يلي بده نوعد الدولة يرفع ايده، واللي بده يتجوز يرفع ايده. Thank you.
Thank you.